السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مساء الخير خاوتي ولا صباح الخير على حسب الوقت اللي تتابعوا فيه هذه الحلقه. ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا ملاح ونتمنى لكم كل خير. مرحبا بكم في حلقه جديده على قناتكم قناه توب ماس للمكملات الغذائيه وبيع المكملات الغذائيه في الجزائر. اليوم ان شاء الله في هذه الحلقه حابين نقدم لكم مكمل من افضل المكملات التي لا يجب عليك كرياضي او كانسان عادي عامه الا تستغني عليها اطلاقا. هذا المكمل اللي راح نتكلموا عليه اليوم بصفة عامة هو الملتي فيتامين، يعني متعدد الفيتامينات. خاوتي، الملتي فيتامين أو متعدد الفيتامينات هو أساسي وأساسي جدا، لأنه كلنا نعرف فوائد الفيتامينات يعني في جسم الإنسان، لها دور كبير ولها دور فعال في عمل جميع وظائف الجسم. لذلك لا تستهينوا يعني بتناول وجبات غنية بالفيتامينات، سواء كانت يعني وجبات في المنزل غنية بالفيتامينات أو اشتراء مكملات تحتوي على الفيتامينات لتلبية احتياج جسمكم. لذلك اليوم إن شاء الله جبت لكم مكمل من شركة سيتاك نوتريسيون، هو مكمل فيتاميني اسمه ملتي برو بلس. هو مكمل فيتاميني ولكن فيه يعني أو يحتوي على إضافات قامت بها الشركة خلاته من بين أفضل المكملات الفيتامينية في السوق. راح نتعرفوا على هذه الإضافات خاوتي في هذه الحلقة بحول الله. المهم خلوني في الأول نقول لكم أنه هذا المكمل متوفر عندنا بسعر 6500 دينار، يعني 650 ألف، والتوصيل راح يكون 48 ولاية داخل الجزائر بالطبع، وأرقام الهاتف موجودة أسفل الفيديو. سواء كنت يعني تريد طلب المنتج أو لأي استفسار اتصلوا، تعرفوا أنا دائما في خدمة ودائما سعيد بالرد عليكم وبالرد على استفساراتكم خاوتي. المهم خلونا نكمل على بركة الله. هذا المكمل خاوتي ملتي برو بلس من شركة سيتاك الأمريكية عطتنا هذا المنتج اللي هو من بين الأفضل، وراح نقول لكم علاش هو من بين الأفضل. هذا المكمل ليس مكمل فيتاميني فقط، يعني ليس لا يحتوي على الفيتامينات فقط، وإنما هذا المكمل يحتوي على الفيتامينات ويحتوي على المعادن ويحتوي على الأوميغا 3 اللي هو زيت الحوت، وكلنا نعرف فوائد زيت الحوت للجسم، وكذلك يحتوي على إنزيمات هاضمة لتسهيل عملية الهضم في جسمنا، وكذلك الكثير والكثير من الإضافات المهمة. تتساءلوا وتقولوا يعني كيفاش كل هذه العناصر موجودة في كبسولة واحدة؟ لا خوتي، هذه العناصر ليست موجودة في كبسولة واحدة فقط، وإنما هذا المكمل لما نفتح العلبة نجد أنه بداخل المكمل أكياس، كل كيس يحتوي على 5 أو 6 كبسولات، كل كبسولة لها دورها الخاص. على سبيل المثال لما نفتح العلبة نجد 30 كيس أو 30 كيس، كل كيس يحتوي على 5 أو 6 كبسولات كما قلت. نفترض أن الكبسولة الأولى تحتوي على الأوميغا 3، والكبسولة الثانية ملتي فيتامين يعني متعدد الفيتامينات، والكبسولة الثالثة أمينو أسيد يحتوي كذلك، لقد نسيت عفوا، يحتوي على الأحماض الأمينية كذلك، ويحتوي كذلك على ديجيستيف إنزيم، والكثير والكثير من الإضافات المهمة من المعادن اللي هي الزنك والمغنيسيوم والفيتامين بي 6. بشكل عام خاوتي مكمل ملتي برو بلس من شركة سيتاك نوتريسيون يحتوي على 250% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين دي 3 لاستيعاب الكالسيوم في العظام. مكمل ملتي برو بلس من شركة سيتاك نوتريسيون شبيه وشبيه جدا بمكمل شركة يونيفرسال نوتريسيون اللي هو اسمه أنيمال باك. الأنيمال باك كما قلت شبيه بهذا المكمل، ولكن ملتي برو بلس يتميز بشيء إضافي اللي هو السعر المنخفض، لأنه الأنيمال باك نوعا ما سعره غالي جدا، ولكن يعني كلنا نعرف أنه ذو جودة عالية بالطبع، ولكن حتى هذا المكمل جودته عالية ولا نستهين به، لأنه دائما نقول شركته أو الشركة المصنعة هي شركة سيتاك نوتريسيون اللي دائما سمعتها جيدة في السوق. وننصحكم به خوتي ليس كإشهار أو دعاية، ولكن هذه الحقيقة مكمل ما شاء الله في القمة، جربوه الكثير من الأشخاص، لاقى استحسان كثير من الرياضيين سواء الأبطال يعني خاصة، وكذلك الرياضيين الشباب عامة. مكمل أنصحكم به. والحلقة هذه خوتي أو الشرح هذا ما كانش عبارة عن إشهار حتى تشتروا من عندنا هذا المكمل، ولكن اشتروه من أي مكان. المهم كنصيحة هذا المكمل يستحق التجربة ويستحق الشراء، جربوه مش راح تندموا عليه. كما قلت سعره منافس، سعره جيد جدا وفوائده كبيرة وكبيرة جدا، جودة عالية، جودة في التصنيع و يعني نتائج في القمة. نتمنى لكم خوتي كل خير، وإن شاء الله يكون شرح يعني مفيد ويكون شرح بسيط ومفهوم. إذا ما فهمتوش أي شيء كذلك أرقام الهاتف موجودة أسفل الفيديو، تصلوا بي وأنا دائما سعيد بالرد عليكم وبالرد على استفساراتكم. ونتمنى لكم كل خير خوتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.